اخواني اخواتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ الحمد لله. اليوم جيت نشارك معاكم واحد البريكولاج غادي نديروه في الكوزينه. ما كاين اليوم لا طياب لا طبخ لا حلويات لا حتى شي حاجه. اليوم كاين بريكولاج. ها نتوما كيف كتشوفوا، بغينا نصبغوا الكوزينه، السقف ديالها كله تقشر لينا. هاد الجهه راه حنا بدينا كنديروا ليها الكراطاج، دابا باقي لينا هنايا. والمهم انا بغيت نشارك معكم هاد الخدمه اللي غادي نخدموا اليوم. انتم كتشوفوا، شوفوا السقف كي داير كله تقصر لينا. صراحه كنا باغي نجيبوا الصباغ، ولكن مع حنا دابا في هاد الايام الله يدير لنا شي تاويل ديال الخير، قلت نشارك معكم هاد البريكول وانتم معايا. ها هو دابا باقي كيقشر، دابايا باقي واحد الجهه باقي كيقشر فيها. ان شاء الله غادي نكملوا تقشر ورجعوا معاكم. دابا كنكملوا معاكم هاد البريكول بروح النافي. دابا شدينا هاد البيبان ديال البلاكا، دابا غادي نحطهم مزيان وغادي نصبغهم وغادي تشوفوا كيف غادي نديرهم. انا كنعاون راجلي، ما انا ما كنعاونو صافي باش يجي شي واعر باش ينبش لينا ويلوح لينا هادشي. بدينا بدينا نكملو صافي. هانتوما تشوفو حكيتو مزيان، دابا غادي نسالي وغادي نصبغو بالمحب اللون، تشوفو كيفاش غادي يجي. ملي درنا تقشير السقف ديالنا، ها نتوما شوفوا كيفاش قشرناه كامل، درنا ليه التقشير. هنايا بدينا كندير واحد المرحله سميتها الريبوساج. مهم شي بلايص بدينا كنصلحوا فيهم، دابا غادي نكملوهم في الاصلاح ديالهم صافي، وغادي نرجع معاكم وغتشوفوا كيفاش غادي ديروا حتى غادي نصبغوا. هذه هي الصباغه اللي خدمنا بها، هذه بيضه شرينا جوج، هادو خدمنا بهم الحيط، وهاد الصغيره هاد لاطانشو صغيره درناها خلطناها مع هذه، ولكن واحده اخرى وقلنا لحتها. المهم استعملنا ثلاثه من هادو، هادو جوج درناهم الحيط للسقف، وحده درناها البلاكارات مخلطه مع هذه مع هاد الصغيره هاد الكحله صافي. وهذا اللاندوي وهذا كغيط الحرش باش حكينا الحيط وداك الشيء وصافي. هذه الشيته وهذا الرولو باش صبغنا صافي. هذه هما المقادير ديال هذه الوصفه. السلام عليكم، هذا هو الشكل النهائي ديال البريكولاج اللي درت معكم اليوم. هانتوما كيفاش كتشوفوا السقف ديالنا كيولا. صراحة صبغناه مزيان، ضربنا معاه شوية تمرة. المهم لاما هكا ولا والو، اللي يبقى لينا داك القشرة وداك الشيء خايب بزاف ملي حتى شي معنى. هانتوما شوفوا هاد البلاكا حتى هو صبغناه. المهم انا هاد اللون درنا البيض تقريبا قداتني هنا كيلو، واحد البواطه ديال الصباغه بيضاء،
ودرنا معها واحد البواطه صغيره داك طانجور كحله وخلطناهم وعطانا هاد اللون كري وزوين. شوفوا كيفاش جا. وبالنسبه للسقف هنايا درنا شي 2 كيلو ديال السبعغه تقريبا جوج علبات صافي هما اللي قدونا وصافي وخلطناهم وكملنا. كنتمنى من الله ان هذا الشيء يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. شوفوا هذه الكوزينه عندنا عطيتكم فكره ديال الكوزينه ديالنا كيفاش دايره ونشارك معكم هذا الفيديو صافي. وبسلام عليكم مبروك عواشركم ورمضان مبارك سعيد على جميع الامه الاسلاميه. كنتمنى يا ربي يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وربي ينجينا من هذا الوباء يا ربي. وبسلام عليكم.